السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة فن المطبخ والبيت. النهاردة أنا جاية أقول لأمي كل سنة وهي طيبة، ربنا يديها الصحة ويخليها لينا يا رب ويبارك في عمرها، وكل سنة وحماتي طيبة وبخير وربنا يديها الصحة ويبارك في عمرها إن شاء الله. حبايبي النهاردة جاية أقدم لكم كذا فكرة عملتها وعجبتني، إن شاء الله تعجبكم وتعملوا زيها، لأن بكرة عيد الأم، كل واحد يروح لمامته وتجيب لها هدية بسيطة جدا، حتى لو حاجات من البيت او تعمليها انتي بايديكي هتبقى احلى، وهي هتفرحها وانتي كمان هتفرحي معاها. نبدأ مع بعض. انا عملت الكاسة دي، شايفين سهلة وبسيطة، بتقص حتة شريط طويل بالطول يعني، وبتكشكشي كده بالابرة وتروحي حطاه كده ومخيطاه من هنا اهو، شايفين بدايته اهو كده وبس، ولزقت حتة التولة الصغيرة دي مع وردية صغيرة ولولي هنحط فيه، هنعمله تقديمة. شفتوا بسيطة ازاي؟ اهو ممكن نحط فيه الحاجات دي، مثلا بيرفيوم، لوشن، اي حاجات من دي لو ماما بتحبها اهو مثلا كده، ايه رأيكم؟ وكمان كارت، بلاش ده ولا لا، خلي ده كده مثلا، بس كده مش هيبان، ده هيبان اكتر. وهنجيب مسدس الشمع، لو مفيش عندك مسدس شمع مش مشكلة اهو، هنلزقه بس لزق بسيط جدا عشان ايه يفضل ثابت. هتحطيها في شنطة او هتجيبي اللي هو شريط الحلواني او شريط ستان، بس انا ما عنديش للأسف شرايط ستان غير غامقة كلها، ان شاء الله هبقى انزل اجيب ايه حاجات فاتحة عندي اهو. فكرة بسيطة جدا، ايه رأيكم؟ ادي اول فكرة معانا، ودي الفكرة التانية. تاني فكرة معانا العلبة دي، دي كانت علبة موبايل خلاص اهي فاضية، هنجيب هنحط فيها شوية حاجات من اللي هو الفوم ده، ثواني هوريه لحضراتكم. شايفين هنملى بس بالعلبة عشان يعمل فوليوم بس مش اكتر. ممكن نشيل فيه حاجات بسيطة جدا اهو، ممكن مثلا نحط لو ماما برضو بتحب من ادوات التجميل واقي شمس، انا جايبة بايو تيرما بصراحة ممتاز، نوعيته ممتازة ودوس، وده فور ايفر، ده براندات تحفة بجد. ممكن برضو تحط اكلادور وماسكارا، بصوا كده الحاجات دي اهو، صدقوني الامهات بتفرح بقى اقل حاجه من ولادها، كفايه انك انتي عاملاه من بايدك او شارياه من مصروفك اهو، ايه رايكم؟ ادي تاني هديه معانا. دي بقى الهديه الثالثه، هنحط فيها شامبو، هنحط فيها سبراي ريحته حلوه جدا، ده هنحط فيها ورد، انا مجففه الورد ده، ورد بلدي صاحبه بنتي اديتهولها، بس ربنا يكرمها حبيبتي. حط فيه شوكولاته مثلا لو ماما تحب الشوكولاته، انا عامله بقى مجففه الورد ده، في منه مجفف وفي منه صناعي، فانا حاطه الاثنين بس، هنحط مع بعض كده خلاص. دي افكار بسيطة وجميلة لهدايا عيد الام، ماما تفرح معاكم وتفرح بيكم، انتوا كمان تبقوا مهتمين بيها، لان المفروض عيد الام مش يعني في السنة ما يبقاش مرة واحدة بس، لا يبقى كل يوم حقيقي. تمام كده، حابين شامبو مثلا، حابين اسبراي، يعني في ناس بتقدم اسبراي برضو معاهم، في شامبو برضو، شامبوهات، في لوشن للجسم، في حاجات كتير حسب ماما، في هدوم مثلا ممكن تجيبوها وتغلفوها بطريقة حلوة ظريفة هتعجبكم وهتعجب ماما. يلا انا حبيت اقدم لكم بعض الهدايا وبعض الافكار دي علشان تقدروا ايه تعملوا بيها. دي بعض الافكار للهدايا، وان شاء الله تقدروا تنفذوها وتفرحوا مامتكم،
كل سنة وماما وكل أم بخير وطيبة يا رب وسعيدة.